الامر الثاني ده بياخدنا الى طب وهو انا عشان مؤمن يعني داخل الجنه خلاص ضمنت الجنه؟ ده الدين الاسلامي بقى هو الدين الوحيد في العالم اللي بيضمن النار لاتباعه اذا ما عملوش العمل الصالح. وده يقودنا للكلام عن مفهوم الخلاص في الاسلام. مفهوم الخلاص في الاسلام عباره عن طير بيطير بجناحين. بجناح واحد هيقع. الجناح الاولاني هو الايمان والجناح الثاني هو العمل الصالح. فالايمان وحده لا يكفي. لابد من وجود العمل الصالح عشان خاطر اقدر اوصل الى مفهوم ما يسمى بمفهوم الخلاص عند الاديان الاخرى او اقدر ادخل الجنه. وده يقودنا ايضا للكلام عن ما يسمى بالخطيئه الاصليه. اذا وقفت اي غير مسلم وسالته عن الخطيئه الاصليه يقول لك ادم اكل من الشجره المحرم. ودي اول خطيئه حصلت في العالم. وعشان كده وليها بقى تبعات هذا الامر في العقيده عندهم. لكن في الاسلام الحقيقه الخطيئه الاصليه مش دي. الخطيئه اولا غير موروثه في الاسلام. لكن اول خطيئه في العالم ما كانتش خطيئه ادم. دي كانت خطيئه ابليس. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم أمر الملائكة إنها تحيي هذا المخلوق الجديد، إن ده مخلوق VIP مش زي أي مخلوق، مخلوق عنده علم مش موجود حتى عند الملائكة لأن ربنا علمه الأسماء كلها. فأمر كل المخلوقات وعلى رأسها طبعا الملائكة، يعني أمر الملائكة ومن حضر المشهد إنه يسجد. فكل عمل كده وأطاع الأمر وسجد لآدم تحية له ما عدا واحد إبليس. ربنا لامه وقال له ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي إذ أمرتك، وأنت ليه ما سجدتش زي ما أنا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أنا أبيض وهو أسود، يعني أنا أوروبي هو عربي، يعني أنا عربي هو هندي، يعني أنا هندي وهو فارسي. إذن الخطيئة الأصلية في الإسلام مش ثمرة أكلت من شجرة، بل هي العنصرية، إن الإنسان يفتكر نفسه أفضل من الناس التانية عشان خاطر لونه أو عشان خاطر عنصره أو عشان خاطر اللغة بيتكلمها أو نوع أكل هو بيأكل. كانت تبعات الخطيئة الأصلية في الإسلام وهي العنصرية إن العنصريين ليس لهم مكان في الجنة. وده كان ظاهر جدا من قول الله تعالى، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. والشيطان ما كانش متكبر لأنه غني، ما كانش متكبر لأنه حليوة، ما كانش متكبر لأنه طويل، ما كانش متكبر لأنه شيك، كان متكبر لأنه من نوع آخر، من عنصر آخر، ده من نار وده من طين. ده المفهوم اللي يصلح العالم النهاردة، لأن معظم مشاكل العالم النهاردة بسبب العنصرية والإيمان بالعنصرية. لما دولة بتدك شعب مظلوم مضطهد بالطائرات وبالصواريخ، ده لأن هم شايفين أن هم لا يستحقوا، هذا الشعب لا يستحق أصلا الحياة، وده نوع من أنواع العنصرية. أيضا المسألة دي أدت إلى إنهاء مسألة الرق بسهولة، لأنه العنصرية نفسها كانت طلعت خلاص من جوه المسلمين. لما المسلمين دخلوا مصر راحوا قابلوا المقوقس، فالمقوقس سألهم انتوا مين؟ انتوا جايين ليه؟ هاتولي حد كبير اكلمه، هاتولي الزعيم بتاعكم. فقالوا طيب هاتولي عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت ده يعني من اعلم الجيش اللي دخل مصر، وهو صحابي جليل وكان حبشي اسود خالص. فدخل على المقوقس، المقوقس صعق، ايه ده مين ده؟ انا قلت عايز سيدكم. قالوا هذا سيدنا. طب هاتوا حد اعرف اتكلم معاه. قالوا هذا اعلمنا. طب ايه اللي حصل للعرب في ظرف 20 سنه 23 سنه؟ ازاي تغيروا من اكتر الناس عنصريه الى اكتر الناس عدلا واعترافا بالاخر وبالتنوع؟ خلي بالك العرب كانوا يقولوا احنا عرب واعاجم. كلمه اعاجم يعني لا يتكلم العربيه. الحيوان يسمى حيوان أعجم يعني لا يتكلم أصلا. فالعرب اعتبروا الآخرين غير العرب أعاجم، يعني زي الحيوانات لا يتكلموا العربية. فهذه كانت من عنصرية العرب. كل ده تغير بالإسلام وبمفاهيم الإسلام اللي خلت العرب تنظر
إلى أن كل الناس سواسية، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط. لذلك المسلم لازم يفهم أنه ربنا بعت الأنبياء وبعت الكتب معاهم عشان إقامة العدل في الدنيا، إقامة العدل بين الناس كلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لام السببية، كل ده عشان خاطر يتحقق العدل، والمسلم كخليفة الله في الأرض وظيفته أن يحقق العدل، والعدل يكون بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله متهم بالسرقة يهودي وعرف ان هذا اليهودي مظلوم، اليهودي قال والله ده ولد مسلم سرق الحاجة دي وجي ما كنتش عارف انها مسروقة وطلب مني ان اخليها عندي في البيت، فطلب انه يجيله هذا الولد، فجم اهل الولد وقالوا له الولد المسلم فعلا اعترف وهو مش هيعمل كده تاني، من فضلك ما تعاقبوش وخلي العقوبة تقع على اليهودي، ده يهودي. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يعمل كده، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى نزل قرآن من فوق 7 سماوات بآية تتكلم عن هذا الموضوع، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قالوا بين الناس، ما قالوش بين المسلمين، بين الناس كلهم. ولا تكن للخائنين خصيما. إذن ده معناه ان المسلم عليه ان هو يقيم العدل بين الناس كلها في هذه الدنيا، وهو اولى الناس بان هو يجي على نفسه احيانا ويتنازل عن بعض حقوقه كنوع من انواع البر تجاه الاخر.